وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولا شك أن أعظم منفذين للشرك الأكبر الصور والقبور، ولا أدل من قصة قوم نوح، فإنهم نصبوا أنصابا وعكفوا على قبورهم وصوروا فيهم الصور، فدل هذا على أن هؤلاء الذين ذكرت عنهم أم سلمة رضي الله عنها ما ذكرت أنهم جمعوا بين فتنتين عظيمتين، وهما فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله